حاليا كنعيشوا ظرف صعيب من ناحيه ديال الاخبار اللي هي متواتره حول ظهور فيروس جديد. على كل حال احنا تعودنا على الحجر، والحاجه اللي مكتبها الله راه منها هروب. وكما دوزنا هذه المده تقريبا ديال سنه وحنا في هذه الوضعيه، فاحنا مستعدين ان نعاودوا نتحملوا وقت اخر. المهم هو ان الانسان يكون بشخصيه قويه ويكون ملتزم وما يكون غير الخير ان شاء الله، فما كاين علاش نتخلعوا. الدول بامكانياتها وكل شيء ديالها وواجهوه، حتى حنا استطعنا نواجهوا هذا المشكل ديال كورونا في الحاله ديالو الجديده. شكرا. لا اخوه انا ما قادرش، انا كريم 30000 اخوه، ونهار كنا مريحين 3 شهور هذيك كلينا الدق بزاف اصاحبي، ستينا القريعه وهادي ولينا سيدنا الله يخلي نصرعوا لينا، ولي قام بواحد البركات عطانا يعني، فاش سالت ذوك البركات جا رمضان وجاك يعني داز صعيب علينا، ولا جا الفيروس الثاني ما عمرنا شفناه وما بغيناش نوصلوا ليه، كرهنا نمشيو نخليو المطارات مسدودين ديال هذوك الانجليز وديك المدينه تاع تما كاين، فهمتيني؟ وحتى حنا عندنا وليدات فهمتيني اللي مشينا تجات خلات هذا المرض هذا، الله يبعدوا علينا والله يبعدوا من الشعب ديالنا عن تقهروا. مستعدين نرجعوا للحجر الصحي صريحنا، علاش لا؟ سمعنا في ليزانفورماسيون كاين فيروس جديد يعني من التركه ديال هاد الكورونا، واللي جاتنا غادي نديروا الحجر الصحي في صالحنا هاد الشيء، والله يلطف بينا. ديال الله سبحانه وتعالى، خاص الانسان يكون مستعد للخايبه والزوينه، ماشي نكونوا مستعدين الا سميتو. نعطيك مثال بحال دابا انا الاسم العائلي اسميتي مستعد، مستعد لاي امر، والامر لله سبحانه وتعالى. اي امر ديال البشريه ولا امر من الله مستعد. كلمة مستعد هي كتدل على كلمة السعادة ديال أي حاجة. وكنتمناو إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء على جميع البشرية في جميع الديانات. واللهم لك الحمد على كل حال. ما يمكنش اخويا، ما يمكنش حاجة، حنا عشنا أزمة يعني من مادية واقتصادية وكل شيء، ما يمكنش نعيشوا عاوتاني حجر صحي. والله يا ربي يعفو علينا ويرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. ورا لا مكتبه شي حاجه، راه غتوصل غتوصل، ما غنهربوش منها، ولكن عاوتاني هذاك الحجر الصحي شويه صعيب. بنادم ما كاين اللي مسكين ما عندوش ما خدامش ما كيقدر يجيب الفلوس، يعني ضروري خصو يخدم، ضروري خصو يخرج، وحنا حجر الصحي كياثر علينا بزاف. حتى حنا عندنا الوليدات ما عندناش من نجيبو المصرو، وضروري خصك تخدم. كما سمعنا ان يعني فيروس يعني السلاله الثانيه ظهرت في بريطانيا، وقال لك مثلا الا دخل عندنا هنا المغرب واش ممكن نرجعوا للحجر الصحي. كتب لي الفكره يعني صعيبه شويه، صعيبه بزاف ان نطبقوها. علاش؟ حيت مثلا كاين اللي كيخرج يترزق الله، كاين اللي شحال من حاجه، كاين اللي مثلا ما غيبقى مريح في الدار يعني ما عندوش شي شهريه، كما كنشوفوا ان الدوله حسست علينا ان الشهريه اللي كتعطينا في كل شهر البنادم مسكين اللي ما فحالوش، يعني كي غيدير يبقى في الحجر الصحي وهو ما كيخرج يخدم، كاين اللي عنده وليدات عنده مصاريف عنده كرا ما ضو شهريه خاصو يحط فلوس، دونك ضروري خاصو يخرج يقلب على راسو. الا بقى في الحجر الصحي كيفاش غيخدم مثلا دوك الحاجيات ديالو وهو مسكين ما عندوش ما فحالوش؟ باش ما نفقدوش عاوتاني الناس كما المره اللي فاتت الكورونا القديمه، فقدنا الناس كانوا عزاز علينا. نتمنوا هاد المره الناس ياخذوا احتياطات على ما يرام. هذا الوباء اللي فتك بالمملكة المتحدة، وهو نوع كنظن بأنه نوع مغاير للكورونا، ومن سلسلة من هذيك السلالة ديال كورونا. دونك الآن كنظن بأن بريطانيا تعيش في عزلة، جميع البلدان العالمية غلقات جميع المنافذ ديالها مع بريطانيا، وكنظن كنقول بان هاد السلاله غتكون غير سلاله عابره، وان التلقيح ديال كورونا كاين، دونك لا خوف من هاد من هاد من هاد السلاله الجديده. بالنسبه ل ان ريكونفينمون، الا كان هاد الريكونفينمون غيكون من اجل تصدي لهذا الوباء، كنظن بانه غادي وكان في صالح
صالحنا وداك الشيء، كنظن ما غاديش يكون مشكل. غير ان بعض القطاعات الاساسيه خاصها تبقى مشتغله، بحال مثلا القطاعات اللي عندها علاقه بالتموين وداك الشيء تبقى مشتغله. الا كان دونك حيت الا بقينا كنفكروا ما هو الاهم، هل الصحه ام الاقتصاد؟ في الاخر كيبان بان الصحه هي الاهم،